الجلدية التي تصيب الوجه. الحقيقة لو بدأنا بها بنبدأ بحب الشباب. حب الشباب من أشهر أمراض اللي تصيب الوجه وتصيب الذكور والإناث بنسب متساوية. صحيح إن هي أكثر من حيث العنف بالنسبة للذكور، ولكن بالنسبة للإناث دايما هم بيشتكوا أكثر. حب الشباب أساسا بيكون في عوامل من ضمن العوامل اللي بتساعد، عوامل وراثية وفي عوامل بالهرمونات، بدليل إن هي بتظهر في فترة البلوغ. أيضا بيكون الضغط النفسي من ضمن العوامل اللي بتؤثر، أيضا الالتهابات البكتيرية بأنواع معينة من البكتيريا بتكون تؤدي إلى هذا الإصابة بهذا المرض. ولابد من علاج حبوب الشباب بطريقة تحت إشراف طبي، لأن بعض الحبوب بتترك علامات في الوجه. حبوب الشباب بتميز بأنها بتكون نوعين من البثور، في بثور ذات رؤوس سوداء، ودي بتكون أساسا حبة الغدة الدهنية مفتوحة للسطح الخارجي من الجلد، وبيكون لونها أسود لوجود صبغة الميلانين. أما البثور الأخرى فهي البثور البيضاء، وهي اللي بيكون الجلد فيها مغلق، والتدخل العلاج بيكون تحت إشراف طبي في هذه الحالة. أيضا من ضمن الأمراض الجلدية التي تصيب الوجه هو الطفح الجلدي الناتج عن أجسام داخلية. وهذا الطفح الجلدي الناتج عن أجسام داخلية اللي هو التوبيك درماتيتس بيمر بمراحل مختلفة. ممكن يحدث في الطفل حديث الولادة من سن شهرين إلى سن سنتين، وده بيكون نوع من الالتهاب الطفح الشديد جدا، وبيحدث تورم وتكون بثور بالنسبة لهذا الطفل، وتحت إشراف طبي يتم علاجه والسيطرة عليه. يعود للظهور مرة أخرى في الأطفال في مرحلة المدارس في سن بكل مدرسة حوالي 4 إلى 6 سنوات، ويكون شدة الطفح الجلدي أقل، وأيضا قد يحدث مرة ثالثة عند البلوغ، ولكنه يختفي في أغلب الحالات تماما بعد سن 30 عاما. النوع الثالث هو الطفح الجلدي الناتج عن الاحتكاك الخارجي، وأشهره بيحدث في السيدات نتيجة لاستخدام أدوات المكياج اللي بتؤدي إلى التهاب شديد في بعض المناطق، سواء حول العين أو في الخدين أو في حول الفم. أيضا من ضمن الأسباب الأمراض أشهر الأمراض الجلدية اللي بتصيب الوجه اللي هو ورم الأورام السرطانية الذاتية، وده أشهر سرطان يصيب الجلد اللي هو البيزوسيل كارسينوما. وهذا المرض ذاتي يستطيع أن ينتشر في الجناب ويستطيع أن ينتشر إلى الداخل، وقد يأكل جدار العظم أو الغضاريف التي تقابله دون أن ينتشر أو يسير في داخل الغدد الليمفاوية أو في داخل الدم. وهذا الورم أيضا نستطيع السيطرة عليه واستئصاله جراحيا، ولكن في بعض الأماكن لا نستطيع استئصاله جراحيا، فيحتاج للعلاج أيضا بالأشعة العميقة أو بالعلاج الكيماوي أو بالنيتروجين السائل. أيضا من أشهر الالتهابات اللي بتصيب الجلد الأورام السرطانية الذاتية اللي هو البيزل سيل كارسينوما، وده أشهر سرطان للجلد. وهذا الورم بيصيب دائما عادة المناطق المعرضة للشمس حول الأنف أو حول العين. وهذا الورم يتميز بأنه يستطيع أن ينفذ إلى الداخل إلى العمق وإلى الجدار الجناب، ولكن هذا الورم لا ينتشر عن طريق الغدد الليمفاوية أو عن طريق الدم. وبيتم استئصال الورم عادة جراحيا، وفي بعض الأحيان بيكون صعب الاستئصال الجراحي عندما يكون قريبا من أماكن حساسة زي جدار العين من الداخل، فبنحتاج علاجه بالأشعة العميقة أو بالأدوية الكيماوية، وبعض الأحيان بنطبق علاج كيماوي سطحي أو عن طريق الحقنة أو عن طريق تناول نوع معين من الحبوب. أيضا من أشهر الأمراض الجلدية التي قد تصيب الوجه الهربس البسيط. والهربس البسيط هو نوع من الفيروسات بيصيب الوجه عن طريق النوع الأول من فيروس هربس البسيط، وبيصيب الوجه في أماكن بيكون منتشر في الناحيتين بطريقة منتظمة، وإذا ترك في بعض الأحيان من دون علاج يستطيع أن يشفى تماما، وبعض الحالات الأخرى بيحتاج للعلاج بمضادات الفيروسات. أيضا من ضمن الأمراض اللي تصيب الوجه الهربس العصبي، والهربس العصبي يتميز بأنه يسير مع نوع معين من الأعصاب في جبهة الوجه أو في الوجه، غالبا بيصيب العصب الثالث وبعض الأحيان في العصب الخامس من الأعصاب المغذية للوجه، وبيكون في ناحية واحدة، وعادة يكون الألم يسبق تماما بعدة أيام وقد تصل إلى أسابيع ظهور الفيصلات أو الفقاعات. وأيضا بعد شفاء المرض يظل الألم موجودا لمدة قد تصل إلى سنوات بالنسبة لهذا النوع من أنواع الهربس العصبي.